قبل ما يسافر بساعتين تقريبا، كان قاعد عندي في البيت وكنا قاعدين سهرانين مع بعض، ونزل الساعة 7 بالظبط، وانا نزلت برضو كان عندي مشوار، رجعت رحت مع والدي برضو، كلمته قبل الماتش ب10 دقايق بالظبط، قعدت اهزر معاه، وقعد هو كمان بيقول لي هو ماتش الزمالك والاسماعيلي بجمهور ولا بدون جمهور؟ قلت له ليه يا احمد؟ قال لي عشان في جماهير قابلتنا في الاسماعيليه وحدفت علينا ازايز وفي ناس كتير مننا اتعورت. قلت له لا، ماتش الاسماعيلي بجمهور، بس انا قلت له اكيد ده جماهير من جوه الاسماعيليه نفسها، مش من الالترز بتاع الاسماعيلي. بس كلمته وطمنت عليه، قلت له يا احمد وانت جوه اللي استكلمني، وانت بره كلمني، ولما تبقى لما توصل يعني على الطريق كلمني. قال لي ماشي خلاص مفيش حاجه، وما تخافش مفيش حاجه ان شاء الله خير يعني. واحنا كلنا كنا حاسين، مش يعني انا وكل اصحابه قعدنا اقنعناه قبل الماتش باسبوع، ما تروحش يا احمد، ما تروحش، اكيد متاكدين ان في مشاكل هتحصل. زي ما حضرتك شايف الكوره في البلد بقى يعني ليها العجب، يعني كل حاجه بتحصل في الكوره، الماتش الافريقي، الماتش المحله، الماتش كل حاجه بتحصل. بس هو قدره الحمد لله ان شاء الله في الجنه يعني. احمد معايا من اعدادي، احمد من اطيب الناس اللي ممكن تشوفها في حياتك يعني. ما بزعلش من حد، ما بحاولش ازعل حد منه، استحاله. حضرتك لو كنت جيت شفت العزا كنت هتعرف قد ايه احمد محبوب. ما كانش في كرسي فاضي الثلاث ايام دي، ما بتحصلش في اي عزا يعني. الله يرحمه. احنا كنا قاعدين كلنا اصحاب متجمعين، ومحمد اللي كان بيكلم قبل من شويه كان ماتش الزمالك، كلنا ما شفنا القلق في التلفزيون طبعا والجماهير بتنزل، كله افتكر ان الموضوع هيعدي زي ماتش المحله او زي ماتش اي ماتش قبل كده، وخلاص مش هيحصل حاجه، او اخر حاجه هتحصل ممكن كام واحد يتصاب او اي حاجه. كله شايف التلفزيون يشوف 3 في 5 في 20 قتيل في 30 قتيل في 35 قتيل، واحنا قاعدين هنتجنن وما عرفناش اي حاجه. فين وفين بقى بالليل خالص لما عرفنا ان الناس جايين في طيارات على مطار الشرق، رحنا هناك بيتنا قدام مطار الشرق، وبرده اخر اهمال والطيارات جايه، واول حاجه طبعا اهتموا بيها اللعيبه والطيارات جت، وبرده فضلنا مستنيين لحد الصبح، وخرجوا حتى المتوفين خرجوهم في العربيات للمشرحه ومن ورا الناس، وكان اخر مهزله والناس تطلع تجري والعربيات، ولا مقدرين احساس حد، ولا مقدرين الناس دي عيالها مش عارفين عن هم عايشين ولا ميتين ولا اي حاجه. طب حتى احنا الناس كانت واقفه هناك اللي على بقها بتقول طب لو هم عايشين نشوفهم، لو هم ميتين ناخدهم ندفنهم، انما دول ولا عندهم اي احساس باي حاجه ولا فاهمين اي حاجه. كنت في البيت وخالته بتكلم وبتسال عليه، راح قايل لها ده مات الساعه 3 بالليل، وانا بتعنق ما ادريش بنفسي بقول ايه ولا بعمل ايه. صدقنا النار طلع، رحنا جايين انا وبنتي جايين نجري عليها، خايفين عليها هي، ما جابتهمش الا بعد ما داخت 15 سنة قبل ما خلفتهم البت والولد، والحمد لله كبروا والحمد لله. بس هو ربنا عايز كده، ربنا عايز كده الحمد لله، مش هطلب حاجة، هطلب ايه؟ تبقى الرحمة من عند ربنا. مين؟ الرحمة من عند ربنا، هنطلب الرحمة من عند ربنا، ما نطلبش حاجة، هنطلب إيه؟ إيه الفلوس يعني وإيه الحاجة؟ إيه يعني هتعمل إيه؟ مش هترجع، ما فيش أي حاجة هترجع، الحمد لله. اتصل بعد الماتش ما خلص ما ردش عليا، وشوية ولقيت الموبايل فصل. قالوا لي أصحابه بقى كانوا بيطمنوني كل شوية، يقولوا لي يا ماما اطمني، ده هو جاي في القطر، ده هو جاي في هنروح نستقبله في القطر بتاع الساعة 3، ده هو بس تاه من صاحبه اللي كان معاه ده، والموبايل بتاعه سرق وجاي مع القطر. راحوا بقى هم يعني استنوا، انا هنا كنت على نار بقى، بس انا كنت مستنيه يجي، مستنيه يخش عليا وشوف البلاوي اللي في التلفزيون، واقول له يا ابني هيجي بعد اللي حصل ده كله، هيجي معقوله؟ وفي الاخر قعدوا بقى، راحوا القطر يستنوه ما لقوهوش، راحوا على المطار اخواتي واصحابه حبايبه كلهم، راحوا يستنوه ما لقوهوش. في الاخر لما الصبح بقى لما راحوا على زينهم لقوه هناك، شافوه هناك بقى، راحوا طالبيني وقالولي كان داخل علينا وخارج علينا وكل حاجة. راح في ثانية بسبب الغدر، حسبي الله ونعم الوكيل. كل اللعيبة جولي، أبو تريكة جالي، وأحمد حسن ولا أحمد
احمد فتحي جالي، بس انا كنت ساعتها في نادي الاهلي، وابو تريكه وحسام غالي جم، وتاني يوم شوبير ومراته، وبعدها طاهر ابو زيد جالي، والله كنت في مشوار واستناني لغايه ما جيت، وبعدها جالي احمد ناجي. كلهم الناس محترمه، كلهم بيعزوني وهم بيعيطوا، والله ربنا يبارك فيهم ويخليهم كلهم. انا طالبه القصاص، حق ابني وحق اللي راحوا معايا، حق الشباب اللي راح ده كله، عايزه اشوف فيهم يوم العالم اللي افتروا على ابني وغدروا بيه، بس عايز عشان اشوف اليوم ده، مش طالبه حاجه تانية يا ابني. حسب الله ونعم الوكيل. ابني الوحيد، وجبته بعد 15 سنه، جايبه بعد 15 سنه هو واخته، وابو ميت بقاله 8 سنين، كان يتيم وكان عنده السكر، كان مريض بسبب وفاة ابوه، جاله السكر وكان بيحب الاهل، كل ماتش يروح له، راح المحلة ديك النهار، وقبل كده اسكندرية، والمرة دي فوجئت ان هو راح بورسعيد، نعرفش ان هو رايح بورسعيد، انا فاكره ان الماتش في الاستاد هنا، وعوضي على الله، عوضي على الله، راح مني خلاص، راح مني.